تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بضرورة سرعة إنجاز مشروعات الإسكان في الدولة والعمل على تأمين الاستقرار الأسري لكل أبناء الوطن. أقرت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة البدء بإحلال 130 مسكنا انتهى عمرها الافتراضي وصيانة 338 مسكنا على مستوى الدولة، وذلك بناء على مخرجات المرحلة الأولى من الدراسات الميدانية للفرق الفنية المعنية بالمسوحات والدراسات السكانية. وأشار إلى أن الفرق الفنية تقوم حاليا باستكمال الدراسات اللازمة للمرحلة الثانية والتي تشمل بقية المساكن، ومن المتوقع أن تقدم نتيجة دراساتها في نهاية شهر يوليو المقبل. وفي الإطار نفسه قام فريق برنامج الشيخ زايد الإسكان برئاسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة بزيارة ميدانية لمنطقة السيوح إحدى المناطق التابعة لإمارة الشارقة والتي شملتها مشاريع التنمية. نعم ياسر، المشروع يهدف إلى إنشاء مجمع سكني صديق للبيئة ذي وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين. التفاصيل مع سوسن الرحمة. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على تأمين أقصى درجات الرخاء للمواطنين التي ترتكز على جعل المواطن في مقدمة أولوياتها من خلال تنفيذ المشاريع وفق أفضل المواصفات العالمية وتطوير مشاريع البنية التحتية، فقد قام فريق من برنامج الشيخ زايد للإسكان برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ورئيس برنامج الشيخ زايد للإسكان بجولة تفقدية على عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة وبرنامج زايد للإسكان. حكومة الشارجة مشكورة قدمت هذه المنطقة الأولى، جزء منها لبرنامج زايد للإسكان اللي نحن اليوم متواجدين فيه، وجزء آخر من منطقة السيوح كذلك قدمتها لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة في حوضين مختلفين لإسكان المواطنين. كذلك قدمت حكومة الشارجة مشكورة منطقة السيوح لتنفيذ أحد المستشفيات الكبرى اللي تقوم بتنفيذها لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. واستهل الفريق جولته بزيارة مجمع السيوح السكني الذي يقع في منطقة السيوح بإمارة الشارقة، وتفقد معاليه المساكن التي يجري العمل فيها وينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان والتي بلغت نسبة إنجازها نحو 40%، واطلع معاليه على آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على المشروع والوحدات السكنية المنفذة وأعمال البناء التي تضم مجموعة مختلفة من التصاميم والتقسيمات الداخلية للوحدات. ويضم المشروع 409 مساكن تم تنفيذها بتكلفة إجمالية قدرها نحو 300 ومليوني درهم، وتبلغ المساحة الإجمالية لموقع المشروع نحو 737 ألف متر مربع. تم تقسيم هذا المجمع كامل اللي هو يحتوي على 409 مساكن إلى 4 مجموعات، تسهيلا لسرعة التنفيذ، تسهيلا لأن نتلافى أي ملاحظات لأنه يطبق كمجمع أول مرة في إمارة الشارجة من قبل برنامج الشيخ زايد. تم في مراعاة عدد الغرف ونماذج عدد الغرف اللي هي موجودة في برنامج الشيخ زايد وقابليتها للتوسعة. ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع سكني صديق للبيئة لوحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين وتشجعهم على اتباع نمط حياة أكثر استدامة، حيث تم مراعاة أن تستوفي الوحدات السكنية متطلبات المباني الخضراء والاشتراطات البيئية ووضع معايير بيئية وتصميمية للمشروع استنادا إلى المعايير الدولية والمحلية لتطبيقات الاستدامة. هذا أحد نماذج المساكن التي سوف يتم الانتهاء منها ضمن مشاريع الشيخ زايد للإسكان بمنطقة السيوح بإمارة الشارقة. لقناة أبوظبي سوسن الرحمة من منطقة السيوح الشارقة.